طيب الاولاد او الناس داخل الجامعه يكتب البرنامج الثاني اللي طورناه جدا وبنوفر له دعم كبير جدا اللي هو دعم مشروعات التخرج. ده بيستهدف الطلاب في مرحله البكالوريوس. طب اتخرج وعنده قدرات ومتميز علميا، بنقدم برنامج منح علماء الجيل القادم لو كان حد حضراتكم سمع عنه. طيب خلص منحة الماجستير والدكتوراه بقى من الشباب المتميزين، ولكن عنده فكر، ولكن القواعد والبيروقراطية الحكومية، احنا دايما بنتكلم عن تمكين الشباب رغم ان الواقع لا يمكن الشباب يخشوا داخل المنظومة الحكومية، دي حاجة بره خارج السياق يعني. فعملنا أكاديمية الشباب المصرية للعلوم. يعني أكاديمية الشباب المصرية للعلوم بقول لك أنت عشان تبقى عضو في مجلس أكاديمية البحث العلمي لازم تكون أستاذ فات عليك 10 سنين، طب إزاي الشباب بقى وأفكاره وكده هيبقوا؟ فبنحاول نلاقي حلول يعني أكاديمية الشباب المصرية للعلوم. ثم الحضانات التكنولوجية، تم إطلاق حاضنة تكنولوجية انطلاق في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لها فروع في سوهاج زي ما الدكتور وائل وزمايلي اتكلموا، في الدلتا في طنطا وفي القاهرة الكبرى، ثلاث فروع. ما فيش استثمارات جديدة، الأماكن دي موجودة بالفعل من 20 سنة، البنية التحتية موجودة والأماكن موجودة والاستثمارات موجودة والفلوس موجودة، كل حاجة موجودة، كل ما في الأمر هو تفعيل للإمكانيات دي وتغيير المسار شوية. لأن أنا مش محتاج أجر بحث علمي أساسي في الأقاليم، أنا محتاج أدعم مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين إنهم يوصلوا بأفكارهم إلى شركات تكنولوجية يكون لها مردود اقتصادي مباشر عليهم.